في تكدس كبير هنا في المنطقه من انها منطقه شعبيه، فطبعا المرض انتشر كتير، فبقى في حالات اصابه كتير بفيروس كورونا. فاحنا قدرنا ان احنا الحمد لله نوصل حالات كتير باسر كامله ان احنا نقدر نوزع عليها الادوات. لقينا ان الناس اصلا تعبانه مش قادره تقوم تعمل اكل، مفيش ثقافه برضو الاكل الصحي، فقلنا لا احنا نعمل لهم احنا اكل صحي زي بروتوكول وزاره الصحه والاغذيه اللي هي بتقدمها للمصابين في المستشفيات. بدانا نعمل الاكل ده في البيت، بعمله انا في البيت وبنبدا نوزعه عليهم كل يوم. بروح للناس دي، في ناس منها بتقابلني على باب البيت عندها، بسيب لها الحاجه قدام باب البيت، وفي ناس انا بطلع لها الحاجه قدام باب الشقه طبعا لانهم ما بيقدروش يتحركوا. احنا بنحاول على قدر الامكان الناس دي ما تنزلش من بيوتها عشان خاطر العدوى والكلام ده كله. لكل المصابين بفيروس كورونا المعزولين منزليا، لا ما تحسوش ان الموضوع ده عار او ازمه او ان انتوا مصدر الفيروس، لا انتوا مش مصدر الفيروس ولا حاجه، وان انتوا ان شاء الله هتقوموا كويسين. ما فيش حاجه اسمها اخبي علشان خاطر الجيران، هنكون منبوذين ليهم. اي حد معرض ان هو يصاب بفيروس كورونا بنقوم برش وتعقيم الشوارع بمداخل البيوت بواجهات البيوت عشان نقدر نحافظ ان لو حد نزل وهو راجع بيته يبقى ضامن ان هو برضه ماشي على ارض نظيفه. من ساعة ما الأزمة بدأت احنا شغالين شغل مجهود ذاتي، مش عشان خاطئ مش منتمين لأي حزب ولا أي جمعية ولا أي حد، احنا ناس خايفين على أهالينا وخايفين على الناس الكبيرة اللي عندنا وأطفالنا. واحدة كده واحدة واحدة.